مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا من جديد في قناة أم إخلاص. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم طارطة أو حلوة لاكرين ديال عيد ميلاد بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. بطبيعة الحال غادي نحضر بلا جينواز اللي ديجا حضرت معكم واللي غادي يكون الرابط ديالها في صندوق الوصف، فتبعوا معايا مراحل التحضير إن شاء الله. إذا فأول حاجة غادي نبدأ بها إن شاء الله هي الكريمة. اللي غادي نحتاج لهنا عندي شانتي بيضة، وغادي نحتاج معها دانيت شوكولا، هنا عندي ساشي ديال الكاكاو وكاس ديال الحليب اللي خاصو يكون بارد بطبيعة الحال. هنا بغيت الكريمة يعني تكون عندي ديال الشكلاط، كناخد الساشيه ديال الكريمه اولا الشونتيي وكنوضعها في المول اللي غادي نخلط فيه الكريمه، كنضيف له الساشيه ديال الكاكاو، وكنضيف لهم دانيت شوكولا، بطبيعة الحال كنزيد كاس ديال الحليب اللي خاصو ضروري ما يكون بارد، وكنطلع الكريمه بالطراب الكهربائي على هذا الشكل. هذا هنا من بعد ما وجدنا الكريمه فكنجيب لاجينواز ديالي اللي حضرت معكم من قبل واللي ديجا قطعتها يعني على ثلاثه ديال الطبقات. فهنا كناخذ ورق الزبده اللي كنوضعو تحت منها يعني مباشره في الطبسيل او في الصحن اللي غادي نقدم فيه الحلوى ديالي، باش هكا كيبقى يعني الطبسيل ديالنا نقي. وكناخذ الحليب اللي غادي نسقي به لاجينواز، تقدروا تسقيوه بالقهوه يعني اللي كيعجبو مذاق ديال القهوه فكيقدر انه يسقي بالقهوه. هنا من بعد ما سقينا لاجينواز فكناخد واحد البوش اللي يكون جوطابل هكا، وكنوضع فيه الكريمه باش تساعدني يعني باش انني نوضع الكريمه بكل سهوله فوق لاجينواز بهذه الطريقه هذه. كنجيب الطبقة الثانية ديال لاجينواز اللي كذلك كنسقيها بالحليب، ضروري من اننا ما نسقيوها باش ما تجيناش يعني ناشفة. وكنعاود كذلك كنوضع الكريمة في الطبقة الثانية. وهنا كنجيب الطبقه الاخيره ديال لاجينواز
اللي كنعاود نسقيها كذلك بالحليب. وكنوضع الكريمه فوق لاجينواز حتى كنغطيها كامله. فانا هنا بالنسبه للكريمه فهي ما كفاتنيش، فانا ضفت يعني ضاعفت المقادير، زدت يعني ساشيه واحده اخرى ديال الشانتي ونفس يعني المكونات. وهنا من بعد ما غطينا الكيك ديالنا بالكريمه فكناخذ واحد الفرشه على هذا الشكل هذا اللي كنزين به الجوانب ديال الكيك ديالي كسباختياري، وطريقه التزيين فكل واحد والذوق ديالو. وهنا كندوزو باش نحضروا صوص الشوكولا. هنا كناخذ الشوكولات الاسود اللي كنوضعو في باماري على هذا الشكل هذا، واللي كنضيف له تقريبا 2 معالق ديال الزيت نباتيه. كنضيف هنا معلقه ديال الناباج باش كيعطينا داك لافغيونس. وكنخليه حتى يذوب يعني على خاطره. بعد ما كيبدا يذوب لنا الشوكولاط فكنضيف له هنا الحليب، تقريبا 3 معالق ديال الحليب. وهنا كناخذ يعني الشوكولاط او صوص الشوكولا اللي حضرت معكم وكنديرها في واحد البوجو طابل على الشكل هذا، وكنزين بها الجوانب ديال الكيك بهالطريقه هذه. كناخذ الكريمه، فانا اختاريت هذا البوق هذا اللي غادي نذوق به يعني الكريمه ديالي بهذا الشكل هذا. Thank you.
بالنسبه للتزيين فهو كيبقى اختياري بطبيعه الحال. فهنا اختاريت الشكلاط وبعض البسكوي ديال الاوريو. هنا عندي بعض الحبيبات الملونه اللي غادي نزين بهم الكيك ديالي ان شاء الله. بعد ما زينا الكيك ديالنا في هذه الاثناء هذه غادي نحاول نحيد هذوك الجوانب ديال الورق الزبده اللي وضعناه في الاناء او في الصحن بهذه الطريقه بكل سهوله. كون هذه هي الطارطة ديالنا اولا حلوة لاكريم اللي حضرت معكم. كيف ما كتلاحظوا معايا فهي يعني بطريقة بسيطة وبمقادير يعني في متناول الجميع. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. بالصحة والراحة والى فيديو قادم ان شاء الله.